البنك المركزي أعلن اليوم عن ارتفاع إجمالي تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال سبتمبر الماضي إلى 1.8 مليار دولار. وعشان نعرف الفرق، في نفس الشهر اللي هو سبتمبر بس 2017 كان 1.5 مليار، يعني احنا زدنا حوالي 300 مليون دولار لو قارناها بالشهر السابق، ودي زيادة قدرها 20%. تأكيد ده زيادة يعني لافتة. تقرير البنك المركزي قال انه تلك الزيادة انعكست خلال الربع الاول من العام المالي الجاري، الفترة من يوليو الى سبتمبر، لتحويلات المصريين بالخارج مسجلة 5.9 مليار دولار مقارنة بنحو 5.8 مليار دولار بنفس الفترة من العام الماضي. وارتفعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنحو 4.6 مليار دولار بمعدل 21.1% خلال العام المالي الماضي 2017-2018، عشان توصل ل 26.5 مليار دولار في مقابل 21.9 مليار دولار خلال العام المالي السابق له اللي هو 2016-2017. خلونا نرحب عبر الأقمار الصناعية بالأستاذ محمد سليمان الباحث في جامعة جورج تاون. برحب بك يا استاذ محمد معايا في بتوقيت مصر. وخلينا اسالك او يعني نبدا بالكلام عن انه احنا التعويم ليه بعض المميزات او بعض الاثار الايجابيه، ارتفاع تحويلات المصريين للخارج او في الخارج من احد اهم اسباب هذه المكاسب اللي ترتبت على التعويم. الى اي مدى الزياده دي ممكن تخدم او تسمع بشكل كويس في الاقتصاد؟ تحياتي يا استاذ تامر. بالنسبة لتحويلات المصريين في الخارج زي ما قلت هي نتاج واضح لتحرير سعر الصرف في عام 2016. كتير جدا من المصريين في الخارج لم يثقوا في الأسعار، الفجوة بين أسعار السوق السوداء والسوق الحقيقية أو السوق الرسمية، وبالتالي كان في ميل لعدم التحويل الرسمي للممتلكات. فشهدنا القفزة من حوالي 18 مليار دولار لحوالي 27 مليار دولار في أقل من عام بعد تحرير سعر الصرف. وبالتالي أي حاجة ما بعد عام 2017 لن تكون بالزيادة الضخمة اللي شاهدناها، 8 مليار دولار زيادة ما بين 16 وعام 2017. بالنسبة للزيادة الحالية هي يعني مبالغ تستزيد، يعني مبالغ أكبر ولكن ليس بكثير. يعني إحنا متوقعين السنة يبقى المبلغ زيادة عن العام الماضي بحوالي 2 مليار دولار، ومش مبلغ ضخم جداً. هل ده سيؤدي إلى تعويض ما تفتقر الحكومة المصرية من المالية العامة الدولة؟ أنا رأيي أنه الأرقام ضئيلة، الأرقام صعبة، قد تستخدم تلك الأرقام في ضبط أوضاع الميزان التجاري، تعويض الموازنة العامة الدولة بعملة أجنبية، لكن صعب في ظل أنه الموازنة العامة العجز بتاعها هيوصل لحوالي 4 مليار جنيه بنهاية العام المالي السنة دي. احنا بنتكلم برضو عن انه مصر في ظل اوضاع دولية صعبة بالنسبة للدول النامية. طيب يمكن تحويلات المصريين في الخارج يا محمد هي الحاجة الوحيدة تقريبا اللي اتضح فيها هذا الفرق بعد تعويم الجنيه. كان في امل على الاستثمار المباشر، ده ما حققش الزيادة الكبيرة. كان في امل على التصدير وانك تاخد ميزة تنافسية في التصدير، لكن ده برضو ما حققش زيادة كبيرة او يمكن ما حققش زيادة خالص. ازاي ندعم باقي القطاعات؟ ازاي تؤدي هذه القطاعات بصوره يعني تخلينا بعد كده نحقق زيادات كبيره نتاج او تعوضنا عن تعويم الجنيه؟ خلينا نمسك الاقتصاد المصري قطاع قطاع. خلينا نبتدي بالاول بقناة السويس. احنا بنتكلم على حرب تجاريه ما بين الصين والولايات المتحده الامريكيه، بنتكلم على حروب خاصة بالجمارك بين الدول الكبرى، ده انعكس على التجارة الدولية، في أزمة في التجارة الدولية، وبالتالي انخفاض حركة التجارة الدولية أثر على قناة السويس وأثر على قناة بنما، وبالتالي احنا جزء من المشهد ده. نخش على السياحة وهو كان قطاع مهم، احنا بنتكلم عن معدات 2011 لو أنت فاكر، أرقام ضخمة جدا من 15 ل 17 مليار دولار. النهارده الأوضاع لم تعود لما قبل 2010 في ظل أوضاع سياسية في المنطقة بشكل كل، في إحجام على انه الناس تيجي لمنطقه الشرق الاوسط للسياحه. الحاجه الثالثه هو الاستثمار. الاستثمار برضو مرتبط النهارده بانه البنك الاحتياطي الفدرالي الامريكي رفع سعر الفائده لاكثر من 2%، ده بيدي ضمان للمستثمرين، ففي فلوس بتطلع من الدول الناميه بتحطها في دول غربيه وتحديدا الولايات المتحده الامريكيه. البنك الدولي طلع تقرير من حوالي 4 ايام، التقرير ده مرتبط بانه في ازمه في الاقتصاد الناميه، تحديدا بنتكلم على الارجنتين، تركيا، مصر، ماليزيا، في ظل انه في 100 مليار دولار خرجت من محافظ الاستثمار في الدول الناميه وراحت
الدول المتطوره تحديدا الولايات المتحده الامريكيه بسبب سعر الفائده. فبالتالي الظروف الدوليه النهارده صعبه جدا، وبيخلي التركيز على المضمون. المضمون بالنسبه لنا هي تحت المصريين في الخارج، في ظل ان انت عندك 8 مليون مواطن مصري متعلم تعليم جيد بيشتغلوا في دول خليجيه، الى جانب وجود عماله ماهره جدا راحت لدول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحده الامريكيه في السنين اللي فاتت. ده بالتالي برضو اثر على حجم التحويلات. طيب، يعني الحقيقه ان الحكومه عندها التزامات كتيره قوي بالعمله الاجنبيه، في المقابل للاسف ما فيش زيادات بتحقق لكل الاعتبارات اللي انت قلتها دي، او حتى اذا اضفنا ليها بعض التقصير الحكومي في الدعايه للمنتج المصري سواء في السياحه او في الاستثمار او غيره. لكن انا عايز اخدك حتى للتحويلات بتاعه المصريين في الخارج، انه ممكن امور بعد كده تكون مش بالجوده اللي عليها الان، لانه احنا شايفين مشاكل العماله المصريه في السعوديه ومحاولات سعوده، بنشوف ايضا مصريين بيعودوا من الامارات ومن باقي دول الخليج، يمكن ما عادش عنصر جاذب ودول الخليج هي المحرك الاساسي والجزء الاكبر من تحويلات المصريين في الخارج. وبالتالي الامور بتقول ان احنا عندنا مشاكل متعلقه بالقادم من العمله الاجنبيه، في لو قارناه بالمطلوب بتاع كل سنه سواء الديون او فوائدها او العجز اصلا الموجود في الميزان التجاري. ازاي تتحل هذه المشكله؟ الحقيقه هي مشكله كبيره. بالنسبة للدول النامية، الدول النامية بتلتجئ إلى المنظمات الدولية، بتلتجئ إلى المنظمات التمويل الدولية سواء البنك الدولي أو صندوق النقد لتمويل الاحتياجات الأنية أو الاحتياجات المطلوبة بشكل رئيسي. بالنسبة للشيء الآخر، إنه الحكومة بتعتمد على طرح السندات. إحنا الحكومة المصرية طرحت عدد من السندات وزون خزانة للمستثمرين الأوروبيين في فترة السنتين اللي فاتت، إحنا علقنا على المواضيع دي، ولكن مؤخرا خلينا نقول الانترست ريت او العائد على ده كان مرتفع جدا. الاوروبيين طالبين ارقام ضخمه جدا هم والامريكان، احنا بنتكلم على 22% 25%، ده مش ده الحكومه لن ترضى بيه. ولو انت ايضا فاكر ان احنا الحكومه المصريه لغت اخر عطائين لسندات الخزانه في اخر 4 5 شهور، وده بيقول لك برضو انه في حتى كمان في ازمه تمويل على المستوى الدولي، انه في محاوله لانتهاز الفرصه، انه في ظل عجز تمويل بالنسبه للدول الناميه، فبالتالي هنرفع التمويل عليكم حوالي 25%، وده رقم ضخم جدا. فبتتجه الحكومه لالغاء تلك السندات. حتى كمان التمويل المحلي كمان انخفض، احنا شاهدنا الارقام اللي طلعها البنك المركزي من حوالي 8 ايام بيتكلم على انخفاض في تمويل السندات الحكوميه من البنوك المصريه سواء الخاصه او الحكوميه، وبالتالي في ازمه كبيره بالنسبه للماليه. هنشوف احنا في اخر السنه دي، هنشوف التقرير اللي هيطلع من وزاره الماليه تحديدا الوزير محمد معيط على كيفية التمويل ده، يعني ده السؤال الموجود، واحنا مش بصراحة مش عارفين الإجابة بتاعته تبقى فين. طيب، يعني انت اتكلمت بشكل اساسي عن انه الدول النامية بتلجأ لطريقين، طريق السندات، طريق المؤسسات الدولية وغير ذلك، لكن في النهاية هي مش حلول، هي مجرد ترحيل للمشاكل وللأرقام وللعجز بيتضاعف كمان من سنة لسنة وبيزيد من سنة لسنة، وده واضح لو قارنا الديون المصرية حاليا بما كانت عليه من 4 سنين. الأكيد انه لازم نوصل لنقطات نقلل احتياجاتنا او نقلل الفجوه اللي موجوده دي. ازاي ده يحصل في ظل كل المشاكل الدوليه والاقليميه اللي حضرتك بتشير اليها، اللي بتؤدي لانه الوارد بتاعك من العمله الصعبه يكون قليل او اقل مما انت متوقعه؟ ايه الحكومه ممكن تعمله عشان تواجه ده؟ يعني مصر عندها يعني مميزات ممكن تلعب عليها. اول حاجه الاهتمام ببرنامج التصنيع، انا عارف ان ده ممكن يكون كلاشيه بس هو ده الشيء الرئيسي. احنا محتاجين نخفض اسعار الاراضي الموجهه للقطاع التصنيعي. ما ينفعش اسعار الاراضي بالنسبه للتصنيع او بالنسبه للمصانع تبقى حوالي 5000 جنيه المتر، ده مش ارقام منطقيه. انت عندك استفاده من تجاره حره مع دول موجوده في شرق افريقيا، ودي منطقه واعده جدا، الكوميسا منطقه واعده جدا خصوصا بعد الاستثمارات الصينيه الضخمه جدا الموجوده في اثيوبيا. الحاجه الثانيه، انت ممكن تستفيد من الحرب التجاريه، انت ما عندكش تعريفات جمركيه مرتبطه بمصر خالص، انت بره الازمه دي، فبالتالي وعندك مدخلات تدخلك لاسواق افريقيه اللي كله النهارده بتخانق عليها. فبتتكلم على التصنيع، وبتتكلم على انك انت تلجا ليه انك مصر تكون جزء من المنظومه الموجوده في شرق افريقيا. الحاجه الثالثه، احنا محتاجين نستمر بصناعات الوسيطه. احنا عارفين ان احنا ممكن ما نبقاش
عنصر جاذب لصناعات ضخمه، ان احنا نبقى جزء من صناعه طيران. احنا عارفين ان احنا ممكن ما نبقاش هاي اند يعني في الاخر، ولكن احنا ممكن نبقى جزء من منظومه متداخله بالنسبه للصناعات. الصناعات دي اغلبها تبقى صناعه سيارات، بنتكلم على اجزاء الماكينات دي كلها بتبقى دول مرتبطه بسبلاي تشين موحد، زي بنتكلم على كمبوديا ولاوس وفيتنام. احنا لو بقينا جزء من حاجه زي كده ده يبقى مهم. حجم التشغيل للصناعات الوسيطه بيبقى كبير جدا، صناعات اغلبها كثيفه، وده اللي مصر محتاجاه. احنا دوله 100 مليون نسمه، وعندنا صحيح. حجم العماله او حجم المصريين وده ممكن لتحت يعيد، سن يعني 30 لما كان حوالي معانا 40 احمد صقر مليون. كنا احنا بنتكلم دوله على 100 مليون. اهميه ودور الصناعات المتوسطه والصغيره، بما انك ممكن تكون مش قادر تنافس في الصناعات الاكبر، فدور المشروعات المتوسطه والصغيره ممكن يكون مهم علشان هيقلل حاجتك للاستيراد او هتستخدمه في التصدير. بشكرك شكرا جزيلا ضيفي عبر الاقمار الصناعيه من واشنطن محمد سليمان الباحث في جامعه جورج تاون. هنروح لفاصل صغير وهنرجع نكمل باقي فقراتنا، خليكم.